طيب عن العشور والتقديمات، وهل لازم المؤمن المسيحي يدفع العشور ويعطي؟ والسؤال المهم، ليش أنا بدي أقدم لقناة الكرمة؟ بشرفني استضيف اليوم الأسيس أليكس حنا، ونحكي مع بعض عن خبرته بعمل الرب عبر السنين على قناة الكرمة، وبنحكي كمان عن مبدأ العطاء بالكتاب المقدس، وأنا شو دوري بخدمة قناة الكرمة مش كمشاهد إنما كعامل وشريك بحقل الرب. أهلا وسهلا فيك يا أسيس، شرفتني اليوم. مريانة أهلا وسهلا بك، وكل سنة وحضرتك وقناة الكرمة والمشاهدين والمشاهدات طيبين في أنا بسميه موسم الحصاد، حصاد آيات وحصاد معجزات، وبنثق أنه فعلا الرب جاي في هذا العيد بصورة مميزة بيسدد كل احتياج روحي ومادي، وأنه القناة أيضا يزيد عدد المشتركين الشهريين والناس اللي بتشرف. أنا شخصيا بتشرف بتعضيد القنوات، ودي بركة الرب بدأها من أكثر من 16-17 سنة لما كانت القناة في الجراج، وإحنا كبرنا مع الخدمة دي ونشرنا كلمة الرب في العالم كله مع موسم الحصاد. كل سنة أخونا صمويل وكل أحبائي في الاستوديو وكل خدام وخادمات الكرمة طيبين، ويملأ إله الاحتياج بحسب غناه في المجد. أمين أمين. حقيقة أنا أسيس متشوقة أسمع منك اختبارات عن عمل الرب من خلال قناة الكرمة بين الناس ومع الناس. يعني أنا كنت معك بعدة حلقات وقتها الناس اتصلوا وصلوا والرب عمل فرق بحياة الناس، يعني مؤمنين وغير مؤمنين، مخلصين وغير مخلصين، وكيف الرب استخدم قناة الكرمة حتى بشفاءات. هللويا. فأنا بحب أسمع هالاختبارات منك. أمين. ولكن خلينا بالبداية نطلب بركة الرب على الحلقة بالصلاة، ومن بعدها منتبع حلقتنا. يا رب نباركك ونشكرك لأجل امتياز الدخول في عيد الحصاد وحقل الحصاد الوفير. أنت وعدت يا رب أنه الحصاد كثير لكن الفعل قليلون. يا رب احنا بنصلي أنك ترسل فعلة في عيد الحصاد لحصاد بركات كثيرة. من يزرع بالبركات فبالبركات يحصد أيضا، هذا هو وعدك يا سيد الرب. نريد أن نزرع بكل بركة روحية ومادية، منتظرينك يا ابن الله أن تبارك العمل وتسدد يا رب كل المصروفات اللي على الكرمة، وتعطي فعلا يا رب خلال عيد الحصاد في الوقت اللي جاي بركة فوق المعتادة فيها نقول الذي رأته عيوننا الذي لمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة الأبدية نخبركم به. بارك يا رب أخي صمويل من اخترته لقيادة هذا العمل، قوي وشدد وشجعه. بنضع أمامك يا رب كل ضيوف الحلقات ابتداء من اليوم إلى نهاية عيد الحصاد، أن توشحهم بقوة من الأعالي اللي بيسافروا مسافات طويلة، تحفظهم يا رب في ذهابهم وإيابهم، وتعطينا أن نرى عجائبك وقواتك يا رب، حصاد روحي وحصاد آيات وحصاد عجائب وحصاد يا رب لتسديد كل احتياج روحي ومادي في اسم يسوع. أمين 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 أمين. يعني بيقول الكتاب لم يشفق على ابنه بل أعطانا ابنه. نعم. يعني مثالنا بالعطاء كتير كتير كبير، وقناة الكرمة يعني نحن نذهب أو القناة والخدام نذهب إلى البيوت ونعمل فرق بحياة الناس والنفوس والعائلات. ولكن قناة الكرمة قائمة على التبرع. صحيح. والتعديد والبركة والمساعدة والكرم. نعم. والعطاء. خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع. من مثلنا بالعطاء؟ يعني أنا تفضل أسيس. هل تحب تقري كورنثوس الثانية الأصحاح التاسع وهنكمل في الموضوع؟ طبعا. من عدد 1-7 كده طبعا، ونتكلم على مثال العطاء وعمل العطاء. شكرا. أمين. لكن عفوا، كورنثوس الثاني الأصحاح التاسع ابتداء من العدد الأول، فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم، لأني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المكدونيين، أن أخائي مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حرضت الأكثرين. ولكن أرسلت الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم من هذا القبيل، كي تكونوا مستعدين كما قلت.
حتى إذا جاء معي مقدونيون وجدوكم غير مستعدين لا نخجل حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبقت التخبير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. كل واحد كما ينوي بقلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله. والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء، تزدادون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد. آمين. زي ما حضرتك تفضلتي، شكرا على القراءة. مثالنا في العطاء هو الرب يسوع المسيح، وإحنا بنشوف هذا المثال واضح جدا في إنجيل متى، لما بيتكلم الكتاب عن يسوع وبيقول كده: لكي يتم ما قيل في متى 4 بأشعيا النبي القائل: أرض زبولون أرض نفتالي، طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور. بنشوف أن الرب جاء بالنور وجاء بالشفاء وجاء بالقوة من ذلك الزمان. إيه هو الزمان اللي بدأت فيه الآيات والزمان اللي بدأ فيه المعجزات؟ هو زمان تلبية التلاميذ لدعوة الرب، لأنه بيقول الزمان موجود وإحنا في زمن العهد الجديد. وأنا بشجع كل إخواتي نكون شركاء بعطية شهرية أو أسبوعية في الكرمة. ليه؟ لأن كل يعني ناس كتير مشتاقة لخلاص النفوس، وناس كتيرة مشتاقة أنها تشوف آيات وعجائب. بس إيه الزمان اللي بيتكلم عنه الرب؟ زمان البركة. أخت ماريانا شكرا على قراءة الإنجيل الرائعة. بيقول كده: هذا الزمان بدأ في عدد 18 من متى 4 لما كان يسوع ماشيا عند بحر الجليل. أبصر أخوين، ناس قبلت الدعوة. لم يبدأ هذا الزمان إلا بوجود تلاميذ مع الرب ونفوس تقبل الدعوة. يود سمعان الذي يقال له بطرس، ده كان يلقي الشبكة وكانوا صيادين، وقال لهم: هلم ورائي فأجعلكم صياد الناس. فللوقت ترك الشباك وتبعه. وبعدين شاف أخين تانيين، لأن الرب كان بيرسلهم اتنين اتنين، يعقوب ابن زبدي ويوحنا أخاه في السفينة. دول كانوا يصلحان الشبكة. دول مش بس تركوا، شكرا المخرج هو بيطلع لنا متى 4، احنا وصلنا الواحد وعشرين، عدد 21. نجد في عدد 21 لو قريت معايا اهو العدد قدامنا، عدد 24 و23 هنا بيقول ايه؟ نحط عدد 22 نشوف يعقوب ويوحنا تركوا ايه؟ تركوا السفينة وأباهما وتبعا يسوع. بعد كده الزمان ده جه، يعني يا رب انت ما تقدرش تبدأ زمن المعجزات وزمن الخلاص بدون تلاميذ وبدون ناس تترك ما تعملها وخلاص. لا، الرب النهاردة بينادي على كل واحد فينا يكون شريك في البركة، لأنه الزمان اللي بدأ فيه الآيات والمعجزات ما كانش يسوع لوحده. يسوع عاوزنا نكون شركاء في البركة بعد هذا الزمان اللي فيه بنترك أشياء لأجل الرب يسوع. تبدأ بشارة الملكوت في عدد 23. صحيح يبدو أن يسوع هو اللي عمل العمل كله، بس إمتى؟ بعد تواجد تلاميذ تركوا الشباك وتركوا السفن، ومنهم من ترك أباه ومن ترك عائلته. فعاوز أقول لك أنه مبدأ زرع البركة ونحن نترك أشياء لأجل الرب بتبدأ يمكن أنت مشتاق تشوف ناس ترجع للرب. بيقول في عدد 23: بعد ما تم هذا الترك وهذا العطاء نحو الملكوت، كان يسوع يكرز ببشارة الملكوت يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب، وذاع خبره في جميع سوريا. أحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة،
والمجانين والمصروعين والمفلوجين فشفاهم، فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر مدن وأورشليم واليهودية وعبر الأردن. احنا عاوزين نهضة الحصاد تكون نهضة كبيرة. ازاي؟ انا عاوز اترك شيء لأجل الرب. الحقيقة مثالنا في الترك شخص الرب يسوع، بس انا لاني شريك في الكرمة من وقت ما بدأت في الجراج كمان بحي الأخ صموئيل، لأن الأخ صموئيل فعلا أيضا حرفيا ترك كل شيء. كان عنده وظيفة محترمة ودخل محترم. أنا زرت البيت اللي بدأت فيه الكرمة والجراج، وبدأنا معاكم من الجراج، والأخ صموئيل كان بيترك كل شيء لأجل الرب. دلوقتي في 7 قنوات الكرمة على أكثر من 15 ساتلايت بتغطي العالم، بنتبارك بخدماتها كل أسبوع، المؤتمرات الرائعة، حضور الرب. لسه متقابل بالحلقة مع القس أمجد، الرب يباركه. كنا بنشوف مؤتمر الأسرة وحضور الله العظيم اللي بقى يملى العالم. طيب الأخ صامويل يعني أنا بعتبره مثال في قناة الكرمة الأول، اللي ترك كل شيء وترك المنزل وترك الوظيفة وترك كل حاجة وجاء عشان يقدم لينا. الرب ميزه في التقنية وفي التكنولوجيا وبيباركنا كل أسبوع. عاوزين نكون شركاء. ليه؟ لأنه بعد قبول التلاميذ الدعوة أن يتركوا الأشياء لأجل الرب، عم الخلاص وعم الشفاء. ونحن في نهضة غير عادية أيها الأحباء. لما بنشوف المؤتمرات والنهضات والنفوس اللي بتخلص وبترجع للرب، أنا شخصيا اتباركت كتير من حوالي أكتر من 16 سنة لما كنت شريك مع الكرمة من الجراج. الخدمة توسعت، لفت أكتر من 30 دولة في العالم خدمت فيهم الرب. أنتوا عرفتوني عن طريق الكرمة، بقى كل يوم أحقق الإرسالية العظمى والناس تتصل. لسه أختي بتقول لي أسيس أليكس عن طريق قناة الكرمة وأنت بتصلي معانا، بعد ما الدكاترة قالوا السرطان من النوع الرابع ومنتشر في الجسد كله. هللويا. أنا رحت للطبيب عشان جلسة الإشعاع وعشان الكيماوي، قال لي إحنا متفاجئين إنه الكانسر وقف. هللويا. نشاطه. هللويا. والسرطان راح. أيضا بفتكر من اختبارات العطاء لما زرت الأراضي المقدسة، إخوة من غزة وما نقلوا لبيت لحم جم أو بيت حصور، المنطقة اللي اتولد فيها الرب، دول شركاء مع قناة الكرمة في عيد الحصاد باستمرار. فأنا بزور الأراضي المقدسة، وكان عندي نهضة في الأراضي المقدسة، لقيت بنت الأم بتقول لي إحنا عندنا 3 ولاد، أنا كنت عاقر مش بخلف ومتجوزة ليا 7 سنين، لكن وإحنا شركاء مع الكرمة وكنا بنصلي معاكم في حلقة من الحلقات، الرب اداني 3 مرة واحدة وبعديها حرمت اصلي لاجل عيال تاني يا سيس اليكس، فكفايه عليا كده يعني. فانا عاوز اقول يعني فعلا لما بنكون شركاء عمليين انت تشارك في عطيه الشفاء، لما بنكون شركاء عمليين انت بتحل شياطين في العالم، لما بنكون مش سامعين لكن خادعين انفسنا لكن سامعين عاملين بكلمه الله، انت بتوزع البركه مش على بيتك بس ولا على الست العاقر ولا على النفوس المحتاجة. مرة كده عائلة من نيوجيرسي، أب وأم بيكلمونا في التليفون، قالوا أسيس أليكس خلاص ده آخر أسبوع لنا في أمريكا، لأن إحنا فلسنا وإحنا عمرنا فوق 60 ومش لاقيين شغل، بس قلنا قبل ما نروح مصر وقبل ما نرجع نعمل عطية ونقدم عطية للرب في قناة الكرمة، وده آخر اللي معانا وقدمناه ومجهزين للسفر وماشيين من البلد خالص. لكن نفاجأ إنه بعد 48 سنة ساعة من العطاء، آخر عطية بيقدموها قبل ما يرجعوا مصر، قالوا كده وشاهدوا على القناة إن الرب فتح باب العمل أمام اللي سنه فوق 60 هو ومراته، وإلى الآن بعد 16 سنة من التفليسة اللي عملوها ما زالوا يعملون في وظائف محترمة، ولم يعبر عليهم أي يوم
في احتياج ولا أي يوم في عوز في اسم الرب يسوع. هللويا هللويا. يعني أنا متشوقة أسمع بعد المزيد هللويا من الاختبارات أسيس أليكس. ولكن هلأ معنا اتصال من بنت الرب من مصر. تفضلي حضرتك معنا على الهواء. ألو مساء الخير. أهلا مساء النور، تفضلي. عايزة من فضلك الأسيس أليكس يصلي معايا عشان عندي ورم في الغدة. تفضلي. جسمي بينزل قوي. ورم في في الغدة. في الغدة. الغدة اللي في الرقبة. ورم في الغدة برقية. ورم ومش عارفين نوعه قوي. والجسم بيخس بطريقة جامدة قوي، مش عارفة برضو يعني سببه. وهم بيقولوا لي لا الغدة مش بتخسس، فأنا خاسة وتعبانة قوي. وعايزة حضرتك تصلي لي كمان عشان حط ايدك على الغدة وصلي معايا يا اختي. قولي له يا رب يسوع، يا رب يسوع أؤمن من كل قلبي، أؤمن من كل قلبي إن قوة الله، إن قوة الله ودم يسوع المسيح، ودم يسوع المسيح يطهر من كل خطية، يطهر من كل خطية ومن كل مرض، ومن كل مرض. أتنبأ على حياتي، أتنبأ على حياتي بركة وشفاء، بركة وشفاء في اسم الآب والابن والروح القدس. في اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. آمين. الرب يباركك يا بنت الرب، وأنا عاوزك كل يوم تلاقي الأعداد اللي في الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن الشفاء والحرية من المرض، وحط إيدك على مكان الغدة وصليها واطلب الرب ونسمع عنك كل خير إن شاء الله. أمين أمين. شفاء وانتصار على المرض باسم الرب يسوع. كمان عاوزين مكالمات في العطاء، والرب يبارك وقت العطاء ده ويستخدمه المجد اسمه. أمين أمين أمين, أمين. شكرا أسيس. كنت ببداية القراءة عم تقول أنه الرب قبل ما ينطلق للخدمة وبلش يشوف الحصاد كان عم بيوظف بين هلالين، يعني بالزبط. كان عم بيختار المواهب وعم يختار الأشخاص، وكل واحد بموقعه حسب قدرته من كل الجهات، وعم عم يعطي الخدمة المناسبة، وهيك كأنه بيكمل عمل الملكوت وبيكمل الحصاد. وبعتقد هذا الشيء نفس الشيء بالنسبة لنا، يعني نحن مثلا هلا بال اي رب عطينا مجال انه نخدم بالاستوديو مثلا، انه نخدم بالكاباسيتي او بالطاقة اللي عندنا موجودة، بس المشاهدين اللي مش قادرين مثلا يهن يروحوا للنفوس او يشهدوا او يصلوا او غيره بيقدروا يخدموا بتعديد قنوات الكرمه. وحقيقه رح يكون اكثر يعني خلال بقيه اليوم والفتره القادمه اسبوع اسبوعين رح يكون في عنا كل يوم اخ سامويل والاخوه اللي معه رح يكون في طرق نقدر ندعم فيها قناة الكرمة، مثلا كود أو مثلا كيف التعديد الشهري أو اتصالات وغيره. فأكثر رح نحكي عن هذا الموضوع، بس من فضلكم كونوا شركاء معنا بنشر كلمة الرب وبتعديد قناة الكرمة. برضو اللي يحب يقدم ممكن يدخل على الويب سايت بتاع الكرمة، في كل طرق العطاء، في الزل افتكر على الإيميل ده مباشر من تليفونك، تقدر تبعت على طول أو في العنوان البريدي أو عن طريق التليفون، اتصل بالرقم اللي على الشاشة من العالم، وممكن بياخدوا كريدت كارد شيك، يعني كل الطرق متاحة العطاء. وإحنا بشجعكم النهاردة وإنت بتتكلم، لأن الرسالة اللي حضرتك قرتيها من كورنثوس الثانية أصحاح 9 بيقول يعني دي خدمة للقديسين. قناة الكرمة أكتر من 50 شخص بيشتغلوا عشان تقدر تشوف الصورة والصوت الواضح، أوضح قناة وأجمل قناة، وفيها تلاميذ وفيها كل أنواع المواهب الروحية اللي احنا تكلمنا عنها. فإحنا بنوظف هذه المواهب، بيقول لهم كده أرسلت، يعني العطاء ده افتخار، في عدد 3 بيقول أرسلت أيها الإخوة لئلا يتعطل افتخارنا من جهتكم. خلوكم مستعدين، كون مستعد انك تكون ملازم في العطاء. بيقول كده البركة بركتكم التي سبق التخبير بها تكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخل،
فبدل ما تدخل العالم كله في دايرة، كنت بقرأ كده امبارح مقالة أثرت فيا جدا، قالوا الميزانية اللي بتقدمها أمريكا للحرب كل سنة 702 مليار دولار، دولا بس رايحين للأسلحة الفتاكة، ورايحين لحرب في أوكرانيا، ورايحين لحرب دلوقتي علشان بيستعدوا في الصين وهونج كونج والحاجات دي. فقالوا لو الميزانية اللي بتتصرف 702 مليار على الحروب كل سنة اتصرف منها بس 1%، الواحد في المية ده كافي انه يسدد الجوع في كل افريقيا اللي بياكلوا وجبة واحدة في اليوم، ويسدد كمان الناس اللي هم لو كلاس في امريكا اللي هم عايشين تحت مستوى الفقر 1%، تخيل. فانا بعمل النهاردة وانا بقدم في الباكورة في عيد الحصاد، بتقدم بركة، بيقول كونوا مستعدين، بيقول البركة التي سبق التخبير بها، زرع بالبركات رابع حاجة، حصاد بركات نمرة خمسة، كل واحد كمان وفي قلبه. لاحظ انه كمان العطية تلاش الحزن، في ناس كتير بتبقى حزينة ومكتئب، لكن وانت بتستثمر في مكان ممتلئ من روح الله وحضور الله يقول له ليس عن حزن ولا اضطرار، لأن المعطي المسرور يحب الرب. يبقى وقت العطاء ده وقت سرور، وقت فرح بالرب. احنا بنيجي في حلقات عيد الحصاد مشتاقين ان اول ناس بتقعد على الكرسي هي اول ناس بتقدم ليه؟ من السرور والفرح. ليه؟ لانه يسوع زي ما اتكلمنا هو مثلنا في العطاء بيقول لك لم يحسب خلص ان يكون معادلا لله، لكن أخلى نفسه آخذا صورة عبد وصائرا في شبه الناس. طيب ويسوع بيقدم نفسه وبيقدم حياته لأجلنا ولأجل خلاصنا ولأجل شفاء، يقول لك أقام الله أعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. يبقى العطاء لما أنا بقدم من حياتي، احنا جسد المسيح، الرب يقيمك، الرب يعطيك سلطان تدوس الحياة والعقارب، تكسر الركب والأمم المرتدة باسم يسوع. الرب يباركك، ببارك نعم. عائلتك، ببارك ولادك، ببارك نسلك، ببارك نعم. شغلك، ببارك البزنس تبعك، يعني هذه وعود كتابية حقيقة نعم. وعود العطاء هي مثل كأنه بوليس التأمين أو إنشورنس نعم. بالكتاب المقدس، لأنه يعني الوعود المرتبطة بالعطاء كثيرة جدا. هللويا. والله حاشا أن يكذب، يعني نعم. الله بيقول، يعني في أمثلة كتير أنا فعلا طلعت كتير وعود مرتبطة نعم. بالعطاء بالكتاب. أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات غلتك فتمتلئ خزائنك، يعني في وعد، وبقول لك إذا بتعمل هيك، إذا بتقدم بتطيع نعم. وبيكون عندك إيمان أنه أنا رح كافئك، أنا رح أعطيك. فيعني الكتاب ميلان هلأ كل حال، أنا رح أفتح لك مجال الأساس نحكي بعد عن أمثلة الكتاب كتير. خلينا نرجع شوي للأنبياء. يعني مثلا يعقوب، إسحاق، إبراهيم، كلهم. خلينا نحكي شوي عن أمثلة العطاء. إبراهيم مثلا. أمين. مثلا لما بتشوف في حياة إبراهيم، بيقول الكتاب عن إبراهيم إيه اللي عمله. ظهر الرب لإبراهيم، ظهر ديه الرب، والرب عاوز يظهر لكثيرين. تكوين 18، في تكوين 18 لما الرب ظهر له عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار، رفع عينيه ونظر الثلاثة رجال تشير للآب والابن والروح القدس. الرب عاوز يزور بيوتنا النهاردة، بس هو مش عاوز يزورها فاضي، فاستقبلهم النهاردة. وإحنا بنستقبل عيد العطاء بنستقبل إزاي؟ يقول كده لما نظر رقد لاستقبالهم. وانت بتستقبل حضور الآب والابن والروح القدس والقنوات اللي بتباركنا طول السنة، بيقول كده إن كنت وجدت نعمة في عينيك لا تتجاوز عبدك. بيقول للضيوف اللي زاروه في الرب إشارة للثالوث، لا تتجاوز عبدك. فقدم لهم الماء
وغسل أرجل وأخذ كسرة خبز وقال لهم مررتم على عبدكم فقولوا هكذا نفعل. أسرع إبراهيم إلى سارة وأسرع بثلاثة كيلات دقيق، قلنا رقم ثلاثة إشارة للثالوث، وقال لها اعجني واصنعي خبز ملة. ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلا رخصا وجيدا لأعطاه الغلام ليعمله. جاب كل أنواع الأكل اللي عنده في الخيمة، وجاب كل مفتخر، وشغل مراته وشغل غلامه علشان يكرم الرب في الخيمة. طب تعال نشوف وهو يكرم الرب. الرب وأنت تكرم والوعد أكرم الذين يكرمونني. ما الذي حدث بعدما أسرع إبراهيم في العطاء؟ فقال له أين سارة امرأتك؟ الرب بيسأل النهاردة، ونحن نكرم الرب من عطايانا ونكرم الرب من تقدماتنا. بيسأل على الزوجة، بيسأل على المشكلة اللي في الحياة، بيسأل على العقم، وقال إني أرجع نحو زمان الحياة يكون لسارة امرأتك ابنة. ناس كتير بتطلب نسل، وناس كتير واقفة من بعيد، لكن الرب عاوز يقول للمدام النهاردة، لو في مشكلة في الرحم، لو في مشكلة في الولادة، ماذا تريد أن أصنع بيك وبزوجتك؟ مش بس هو كده، مش بس الابن، لكن بيقول يعني عن سارة. طبعا بعد سنة تم الوعد وجابت إسحاق ابن المواعيد، لكن حدث بعد هذه الأمور أيضا أنه إسحاق أيضا الرب امتحن إبراهيم في إسحاق ابنه بعد ما ادهوله وقال له قدمه محرقة، وهو يقدم ابنه محرقة في ذلك الوقت في اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع وكلم إسحاق إبراهيم قال له ها أنا ده يا أبي. ده بالنسبة لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. قال النار والحطب موجودين، لكن أين الخروف للمحرقة؟ فقال إبراهيم الله يرى، والجبل اللي صعد عليه بقى اسمه الله يرى. عفوا تفضل. تفضل. ولكن معنا اتصال من الاخت ناديه من مصر، تفضلي. فقدنا الاتصال. عفوا اخت ناديه، رجعي اتصلي فينا مره ثانيه. ولكن معنا اتصال اخر من بنت الرب من امريكا، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. صباح الخير. من مصر. اهلا، صباح النور، تفضلي. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. أنا بحب أشهد عن حبيبي والعشرة مع المسيح. هللويا. وبركات قناة الكرمة علينا. هللويا. وصلواته وصلوات الأسيس أليكس من أجل الشفاء. فهو كان لي دور صلى لجوز بنتي وشفاء تماما. كان عنده انسداد في شريان في الرئة في الكلى. هللويا. وبعدين ودلوقتي احنا مشتركين شهرين في قناه الكرمه. مجد. بنتمنى لكم طبعا يعني وقت حصاد قصير وغزير. امين. هللويا. امين امين امين. طبعا احنا بنتمتع جدا بالصلوات والقعده معاكم، بس بيبقى تعب جامد انا عارفه. فربنا يبعت يا رب. في اي تلبس صلاه عندك؟ انا بطلب علشان اصحابي في مصر مامتهم تعبانه. وهم مسلمين. واول ناس التجأوا ان انا نصلي لهم احنا. وعندهم ثقه كبيره قوي. أمين. ان الورم اللي عند مامتهم ده هيروح. أي. وكله هي. وانا قلت اصلي من اجلهم معاكم علشان خاطر ربنا يتمجد، والناس لازم تعرف ان يسوع هو الوحيد اللي قادر على الشفاء. انت يا بنت الرب كده من خلال عطائك ومحبتك في قناه الكرمه صرت كارثه للحظيره الاخرى، وجبتي ناس من الحظيره الاخرى محتاجين الرب ويعرفوا الرب. بنحيي ايمانك، والرب انا شايف انه هيفتح قدامك ابواب اكتر. والف مبروك لشفاء الابن من سداد الشريان التاجي. بس الرب حاطط في قلبي انك سترين معجزات اكتر. هللويا. لانك دخلت في خطه الملكوت. التلاميذ اللي تركوا كل شيء وتابعوا الرب شافوا كل انواع الشفاء وشافوا كل انواع القوه ونالوا
قوة روح الله في يوم الخمسين. يا رب احنا بنشكرك لأجل بنت الرب وكل بنت وابن للرب بيقدم لي في قنوات الكرمة المباركة. كافئ مع الضعف بحسب غناك في المجد. نشكرك لأجل شفاء الابن من انسداد الشريان التاجي وشهادة بنت الرب في عيد الحصاد انه حصاد بركات حصاد شفاء. اذكر الام المريضة اللي عندها الورم واختنا كرزت يا رب لكثيرين من حولها، ونحن نؤمن يا سيد الرب انك تقيمها وتشفيها بالتمام. امين امين امين. كمان معنا اتصال تاني من الاخت ريم من مصر، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. تفضلي. عاوزه تلبس فرح اخويا مخلص حواليك. تفضلي. ربنا يفرحه. عندي 38 سنه. ربنا يفرحه بعروسه حلوه وناس حلوه وربنا. امين امين يا اخت ريم. امين. انا ما سمعت هي كتير. اخوها محتاج عريس. بس انا عاوز اناشد كل واحد، لو انت محتاج عروسة او محتاج عريس ادخل معانا في العرس السماوي في عيد الحصاد، لانه احنا بنطلب ملكوت الله وبره. هذه اولا، هذه كلها تزاد، ده شعار عيد الحصاد. فلو عندك طلبة من اي نوع تعالى ازرع بالبركة في عمل الرب، واحنا بنؤمن وبنتفق يا رب مع اختنا انك تبعت العروسة المناسبة للابن وتبارك حياته، ومثل عرس قانا الجليل وتعطي كل واحد سؤل قلبه كما ينوي في قلبه أن يقدم الملكوت أولا. أمين أمين أمين. كمان معنا اتصال آخر من مصر من سمسم، تفضلوا حضرتكم معنا على الهواء. ألو. أهلا تفضلي. ألو. أهلا تفضلي. الو ازيك يا جسيم؟ اهلا بيك. معلش تلبس الصلاة من هذه المشاكل في البيت حاصله، واختي ماشيه تخلي الدكه وماشيه تنجزها من طوافها. حاضر نصلي يا رب لاجل حل وشو الاسم؟ اخت سمس. ان رب ان ربنا يعني يهدى ابو جوزي وجوزي علينا يعني. طيب ممكن اسالك سؤال؟ هل متأكدة الرب ملك على البيت والحياة ولا تحب تصلي معاك؟ أحب أصلي معاك. صلينا. طيب صلي معايا بيتي. الله يخليك. قولي يا رب يسوع. صلي معايا يا رب يسوع. يا رب يسوع تعالى أملك على قلوبنا. تعالى أملك على قلوبنا وعلى حياتنا وعلى حياتنا وأنا وأهل بيتي. أنا وأهل بيتي نعبد الرب. نعبد الرب. لاشي كل المشاكل. لاشي كل المشاكل. واجمع الشمل. اقطع الشمل. اجمع شملنا. اجمع شملنا. اجمع شملنا. واجعلنا واحد في المسيح يسوع. اجعلنا واحد في المسيح يسوع. أمين يا أخت سمسم. أنت لو جمعتي أهل بيتك كده كل يوم وصليتوا مع بعض 10 دقايق وطلبتوا الرب يلاشي المشاكل والخصام وكله يرجع لطبيعته. أمين أمين. شكرا على الاتصال. أيضا معنا اتصال تاني من الأخت نادية من مصر، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. أهلا تفضلي. أهلا بحضرتك، ربنا يبارككم ويستخدمكم. شكرا. ممكن بس أطلب تلبس طبعا من الأسيس أليكس؟ طبعا. تفضلي تفضلي. انا معاك. مساء الخير. مساء الخير يا ابونا. اهلا بيك. ربنا يباركك ويسلمك. ربي يبارك. انا بس ما عندي رجليا الاثنين فيهم واحده جلطات كتير بتيجي وحمرة والتهابات، والاثنين مرمين جدا مش قادره ادوس في الارض بقالي فتره على كده. النهارده حرقان جامد فيهم ومش قادره ادوس في الارض. طيب ألف سلام عليك يا أختي. تحب خدت الرب ملك وسيد في حياتك ولا تحب تصلي معايا؟ لا أخدت الرب ملك وسيد في حياتي. هللو. طيب حط إيدك على رجليك كده وصلي معانا يا رب. بنصلي مع الأخت نادية يا رب شفاء للجلطات
شفاء يا رب لكل تعب، لكل إعاقة، تخرج قوة دم يسوع، تعطي يا رب إزابة لأي جلطات في الشرايين، لأي جلطات في الأوعية الدموية. نؤمن ونثق يا رب أن أخت نادية ترفع أجنحة كالنسور وتستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويها، يزول التعب وتزول الجلطات والإسداد، وتستطيع يا رب أن تتحرك وتتقوى فيك وفي شدة قوتك. كطبيب بس بديك نصيحة طبية في دواء غالي شوية اسمه إليكواس مذيب للجلطات، مش عارف لو عندكم في مصر، ELIQUIS، اسألي عليه، هو غالي شوية بس مفيد في إزالة الجلطات. وألف سلامة باسم يسوع. ألف سلامة. كمان معنا اتصال تاني من الأخت نهال من لندن، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. سلام ونعمة يا أخت مريانا، برحب بحضرتك حبيبتي منورة الشاشة، وبرحب بحضرت القسيس أليك. كل سنة وحضراتكم وكل المشاهدين طيبين بأحلى عيد، عيد الحصاد لأحلى قناة أمام الله، أحلى قناة، القناة اللي أثبتت وجودها عن طريق طاعة شخص عادي زينا الأخ صمويل، اللي فعلا كان عجينة طرية في إيد الرب، فالرب استخدمه كإناء للكرامة نافع لملايين من النفوس. والواحد لما بيشوف عظمة العمل ما بيقدرش يعمل أي حاجة غير أنه يرفع عينيه للسماء ويمجد هذا الإله القدير الأمين الذي يستطيع كل شيء ولا يعثر عليه أمر. وأنا يعني نفسي فعلا كلنا نكون طائعين لصوت الرب بلا نقاش وبلا مجادلة. يعني لو جالي صوت دلوقتي وقال لي دعمي هذه القناة ما تنيش الصوت، لأنه لا يمكن هذا الصوت يكون جاي من إبليس، لكن هو من الله شخصيا. ويا بخت اللي يقول للرب حاضر يا رب، لأن العطاء ليه بركات زي ما سمعنا. ويمكن كتير سمعنا أنه الحاجة الوحيدة اللي قال الرب فيها جربوني هي انه احنا نعطي جميع العشور لبيت الرب، وان كنت لا افتح قوى السماوات. وكأن الرب عايز يقول بتحدي انا ادي كلمتي، بالرغم ان وصيتي يا اولادي بتقول لا تجرب الرب الهك، لكن بالذات في العشور بقول لكم جربوني. وانا بقوله بملء الفم ان الرب ما بيباتش مديون لاي حد، فخلينا نطيع الرب في صوته لينا النهارده، حتى وبقول حتى لو المبلغ اللي بيطلبه مننا الرب مبلغ جنوني، لانه اللي عايزه اؤكده انه ده ديفينتلي صوت الرب، لان عدو الخير عمره ما هيحسك على العطاء، لانه ببساطه مش عايزك تتبارك. وانا النهارده عايزه يعني اشجع الناس اللي اول حاجه دخلها قليل وعماله تحسبها بالورقه والقلم، ان المهية كلها مش مكفيه بسبب غلاء المعيشه. يعني ازاي انا هطلع منها عشور؟ ويقولوا زي اهل العالم ده اللي يحتاجوا البيت يحرم على الكنيسه. لا لا صدقوني، دي ضد تعاليم الكتاب. ويا بختك لو اديت من اعوازك، ده الرب هيبص عليك وهيقول لك عظيم هو هو إيمانك وهيكافئك أضعاف أضعاف. ورسالتي للناس اللي برضو دخلها أرقام ضخمة وبتحسبها وتقول ده العشر كتير قوي، صدقني بقول لك وعن اختبار، وزي ما قالها أحد الخدام، لو كنت حرامي في العشور سامحني سامحني، الرب هيسمح للحرامي اللي هو إبليس إن يدخل على حياتك. هتبص تلاقي في فلوس بتضيع في أدوية، في مشاريع فشلة، في خسائر مادية لا تتوقعها. فأصلي من كل قلبي إن كلنا النهاردة نكون أمناء قدام الله، ونشوف إزاي إيد الرب هتبارك، لأنه مكتوب بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. وخلينا بصورة عملية نفتح صفحة جديدة النهاردة مع الكرمة، ونكون شركاء شهريين بالمبلغ اللي ربنا هيحطه على قلبنا. علشان هقولها ومش عايزة حد يزعل مني، معلش ما تزعلوش مني، عمل الرب هيستمر بيا أو بدوني،
هيستمر، لكن يا بختك ويا بختي لو نفذنا النداء والدعوة وحطينا ايدينا في ايدين الرب في ارض مثمرة زي قناة الكرمة. والرب يبارككم، وكل سنة وكلكم طيبين وقنوات بركة لكل اللي حواليكم باسم الرب يسوع. شكرا، شكرا اخت نهال على الاتصال وعلى المداخلة وعلى التشجيع وعلى الكلام الحلو، واكيد شجعت كل المشاهدين كمان انه يعملوا مثلك. شكرا لك. معنا اتصال. عملي جدا. نعم نعم عملي. نعم. وبتبارك اعتقد لندن والعالم كله من خلال فعلا مشاركتها وعطائها. اخت عمليه فعلا جدا. ربنا فضل يباركك. كمان معنا اتصال تاني من الاخ ابراهيم من لندن، تفضل حضرتك معنا على الهواء. مساء الخير. مساء النور. مساء الخير على أجمل قناة في العالم كله. الكنيسة الحلوة دي اللي هي موجودة في البيت. هللو فعلا. ربنا يبارككم ويحافظ عليكم ويسدد أمين كل احتياجات القناة المحترمة دي. أنا بعتبرها دي كنيسة في البيت. مجد. أشكركم وأحمدكم وأحمد ربنا عليكم. هللو. وليه طلب رجاء، يعني طلب محبة منكم للأسيس أليكس يصليلي من أجل عناية. ألف سلامة. حاضر أخ إبراهيم. الله يسلمك يا حضرتك. المشكلة اللي في العيون؟ أنا عيني تعب. المشكلة عندي عين واحدة وتعبان فيها قوي، اللي هي شغالة، اللي هي نسبة الرؤية عندي لا تزيد عن 10%. فربنا يباركك وتصلي لي، وأنا متقتنع أن ربنا هيمد إيده. أمين. هيمد إيده باسم يسوع إن شاء الله. أشكرك يا رب لأجل أخ إبراهيم. أنا اسمي إبراهيم. أيوه لا ده اسمه ما يتنسيش، إحنا لسه كنا بنتكلم عن إبراهيم من شوية. فعلا يا رب أنا بطلب بركة إبراهيم اللي للأمم والشعوب والامتداد يمينا ويسارا وشرقا وغربا. بركة على العيون يا سيد، المس يا رب عينيه واستعيد البصر الطبيعي بنورك يرى النور. نعم يا رب تفتح العينين وتعطيه نور سماوي، لأنك أنت النور الحقيقي الذي تهب البصر. أهب يا رب لي بصر جديد، ونضع بالإيمان إيدينا يا رب على العين اللي تعبانة أو مش شغالة، ونؤمن يا رب أن نور المسيح يفتح ويجعل يبصر الآن بقوة اسم الآب والابن والروح القدس. ربي يباركك أخ إبراهيم، وبركة إبراهيم تكون لي كلها. أمين. شفاء وسلام باسم يسوع للأخ إبراهيم. أيضا معنا اتصال تاني من الأخ أبو مهند من الأردن، تفضل حضرتك معنا على الهواء. مساء الخير. مساء النور. تحية محبة للأخت الفاضلة ولحضرتك والأب المبدع. يباركك الرب أبو مهند. اسمحوا لي بهذه الكلمة. تفضل. ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي، وردت في مزمور 119-103. أكثرنا يعلم ما تكلم به المرنم هنا، إن عامل الإثارة عند قراءة كلمة الله هو شيق وممتع للغاية. كثيرا ما نكتشف بعض الجفاف في حياتنا عندما لا تكون الأمور على ما يرام. فماذا علينا أن نفعل في مثل تلك الحالة؟ هل نلجأ إلى كتب التفسير أو كتب لاهوتية نسجن نفوسنا بها داخل إحدى الزوايا بانتظار أن يأتي الفرج؟ كلا، إن هذا كله ليس ضروريا البتة. عندما أقرأ مقطعا من الكتاب المقدس أسأل نفسي هذه الأسئلة: ماذا أحببت في هذا المقطع؟ وما لا ينطبق فيه على حياتي؟ ماذا أفهم فيه؟ ماذا تعلمت منه من الله والمسيح؟ ماذا علي أن أفعل أو أصحح في حياتي؟ ما هي الآية أو الفقرة لم نفسي أحفظها وأتسلح بها في يومي في يوم الجديد؟ ما
ما هذا النهج الجديد قد يساعدني كي أتذوق نكهة جديدة؟ طب احنا عندنا طلبات كثيرة بقى. شكرا كثير على الاتصال والمداخلة أخ مهند. بعتقد كان عم بيقطش الخط وكمان في عنا اتصالات تانية أخرى ناطرة. شكرا لك أخ أبو مهند. وكمان عنا اتصال من الأخت فريال. نعم رسالة سريعة ممكن أقولها؟ ايه تفضل تفضل. بشكر أخت من مصر بتقول صلي للزوج بيتبرع لبنت غير مسيحية في دراستها الجامعية، أهلها غير قادرين على دفع المصاريف وبنصلي لأجلها. يا واحدة غير مسيحية وصاحبة بنتي وعندها سرطان، وبتقول أنا بشترك في قناة الكارما وبنصلي للبيت وبنصلي لأختنا الرب يباركها. وهي بتقول الدواء اللي أنا قلت عنه إليكوس موجود في مصر، والرب يبارك الزوج أختي ويبارك حياتك ويبارك ابنك وبنتك، وانت بيتك مبني على صخر الدهور لأنك أخت دايما بتبارك عمل الرب، وفعلا هتحصدي بالبركات في حياتك وفي حياة زوجك وفي حياة ولادك اللي الرب اداهم أعلى شهادات وأعلى ماستر، وهتشوفي فعلا إله السماء بيعطي نجاح عوضا عن كل بركة واشتراك أنت بتقدميه هيرجع مضاعف مضاعف في اسم يسوع. أمين باسم يسوع. أمين. شكرا أسيس. معنا اتصال من الأخت فريال من لندن كمان، تفضلي حضرتك معنا على الهواء. ألو أخت مريان، سلام ونعمة المسيح معك ومع الأخ المبارك القس آلك. أهلا وسهلا معك. فقط أقول لأنه الوحي الإلهي في الكتاب المقدس يقول لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص، فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به، وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به، وكيف يسمعون بلا كارز. أمين. قناة الكرمة المباركة هي كنيسة كبيرة تكرس وتبشر بالرب يسوع المسيح له كل المجد لملايين البشر، والرب باركة اللي بدأت من الجراج، والرب أيضا بارك الأخ صاموئيل وكل العاملين في قناة الكرمة. هللويا. وأصبحت قناة تصل إلى ملايين الناس، وأنا واثقة باسم الرب يسوع المسيح، وأصلي الحصاد كثير وأيضا السعلة كثيرون باسم الرب يسوع المسيح. فاللي إحنا يجب علينا أنه مثل ما الرب يسوع هو اللي قدم نفسه، هو العطية العظيمة اللي هو قدم نفسه على الصليب، فإحنا أيضا نشارك في قناة الكرمة. أمين. حتى تصل ويخلصون الناس الملايين من الناس. هللويا. وعمر الرب يسوع الإله ما ينام مديون، لأنه إلهنا إله بركات وتعويضات إلى حسنات. أمين. ودائما نقول باركي يا نفسي الرب ولا تنسي كل حسناته. هللويا. والرب والناس إذا عندهم أعذار إنه الحياة الاقتصادية وغيرها، صدقوني كنا جميعنا مارين بهذه الأمور الصعبة، لكن هذه اللي نعطيها ما راح تأثر أبدا. أمين. أبدا، بالعكس الرب يبارك. وأنا أقول من اختبارنا وحياتنا الشخصية. أمين. فالرب يبارك الجميع ويشدد الجميع. أمين. ويضع على قلبهم أنه يدعمون قناة الكرمة من أجل مجد الرب يسوع المسيح وخلاص النفوس. شكرا كثير أخت فريال من الأردن، سوري من لندن، الرب يباركك. كمان معنا اتصال تاني من الأخ حسن من ميشيغان، تفضل حضرتك معنا على الهواء. مساء الخير لك اختنا ومساء الخير لحضرتك الأسيس. أهلا بك أخ حسن. أول شيء أنا كان بدي تصلولي صلاة شكر. أيوة تفضل. لأني رحت بالغيبوبة لمدة 20 يوم. واو. وبعد ما فات من الغيبوبة، غيبوبة السكر نعي سكر، بعد ما فات من الغيبوبة بيقول للحكيم أنت وقف قلبك 10 دقائق. يا سلام. واو. وقف 10 دقائق ورجع الله كتب لك عمر جديد. واو. بس هيك يعني حبيت انه تشكروا لي، تشكروا صلاة شكر، لانه دائما بقول شكرا لك يا رب اني رجعتني على الدنيا، لانك انت عم تعمل لي درس حتى ارجع لك. امين. شكرا لكم اختنا. شكرا يباركك الرب اخ حسن.
واحنا شايفين ثمار الكرمة بصورة عملية فعلا. حسن ومحمد، أنا عندي سؤال حسن، هل حضرتك مخلص؟ هل أنت مؤمن بالرب يسوع المسيح؟ فقدنا الاتصال. أوكي، بس أعتقد أنه هو لأنه قال يعني أنا برجع للرب. أوكي. فده دليل على قبول الرب. بنباركك يا رب لأجل حسن ومحمد وأحمد اللي بيعرفوك وكل إخواتنا العبرين. يا رب احنا بنشوف اختبار عملي للقيامة من الأموات. أخونا قال أنه القلب توقف 10 دقائق، يعني مات إكلينيكيا ولم يكن له استطاعة على الحياة. بارك حياته يا رب. لديه رغبة للرجوع إليك، قوي إيمانه وشدده. ونصلي لأجل كل إخواتنا وأخواتنا العابرين أن تثبت إيمانهم وتقويهم. نشكرك يا رب لأجل ما زلت تقيم من الأموات وتحيي بيمين برك ويمين قوتك. آمين آمين آمين. شكرا أسيس، شكرا لكل المتصلين. أجينا طلبة صلاة من الأخت منى لبوس، رح نصلي لأجلك بعد البريك، ولكن خلونا هلأ ناخد بريك نسمع ترنيمة ومن بعدها منتابع حلقتنا. خليكن معنا ما تروحوا. ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج اراضينا، امر بالبركة في ايام. ارجع بمراحمك وحينا، اشراقة وجهك نستنى، وانتوب وتعالج اراضينا، اشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، انهار هتفيض من حوالينا، أشواق للبركة جوانا، تشبعنا رضا وتفيد فينا، تغمرنا البركة وتملانا، أنهار هتفيض من حوالينا، وبروحك تثمر في حياتنا، وتبين ثمر الروح فينا، وبنعطش لحياة البركة 100 ضعف وأكتر تدينا، وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا، وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج، عايزينك تيجي بسلطان، تؤمر لحياتنا بحرية، نثبت في الحق يحررنا من كل خطيئة عبودية، من كذب وباطل نقينا، وبروح الحق تنورنا، ارسل كلماتك وشفينا، اظهر في سلوكنا وغيرنا، وأمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا، إشراقة وجهك نستنى، ونتوب وتعالج أراضينا، أمر بالبركة في أيامنا، ارجع بمراحمك وحينا،
إشراقة وجهك نستنى وانتو بوت عالج أراضينا عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا نسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركن كلنا عايزينك تملك في حياتنا وبقوة روحك عيش فينا تسكن في القلب وتملانا من غير ولا ركن كلنا املك في القلب وعلمنا نديلك راحتك في كياننا نور أذهاننا وفهمنا وتعامل مع بطء إيماننا املك في القلب وعلمنا نديلك راحتك في كياننا نور أذهاننا وفهمنا اتعامل مع بطء إيماننا وأمر بالبركة أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتو بوتعالج أراضينا أمر بالبركة في أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى وانتو بوتعالج أراضينا نكرز بكلامك بجسارة نزرع والمجد كل اسمك وبقوة روحك بحرارة نحصد ونفوس تعرف شخصك قوينا فنعمل أعمالك وادينا كمان أعظم منها وحياتنا توافق أفكارك وإيماننا يزيد ونتممها وأمر بالبركة أيامنا ارجع بمراحمك وحينا إشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا وحينا إشراقة وجهك نستنى ونتوب وتعالج أراضينا. أمين أمين يا رب أمر بالبركة على عبيدك علينا على الكرمة على المشاهدين حتى نكرز بكلامك بكل جسارة وبدون خوف ويستمر عمل الكرمة. عندنا طلبة صلاة عندنا طلبات صلاة أكشلي بس أنا وصلت لي واحدة على تليفوني أسيس من الأخت منى لبس بتقول إذا سمحت يا قديس صلاة من أجل انزلاق وانقراس وفتق بالطرف الأيمن وانقراس في اليد والركبة. أمين صلي يا سيد الرب في عمل نعمتك يا رب أنك تشفي الفتاة من كل جهة وتعطي نعمة سيد الرب أن تبرأ أختنا تماما في اسم الرب يسوع. في برضو أخونا مدحت من مصر بنصلك لشفاء دانيال عنده حساسية من الأدوية الجلدية اللي بيضعها على وجهه والرب يشفي من حبوب الشباب يلمسه لمسة شافية ويقيمه في اسم الرب يسوع الإله القادر الصانع عجائب. يمد يده. طلبة تانية جت على الواتساب بيقول مساء الخير أسيس بابا دي من مصر تقريبا تم اكتشاف انه في أورام منتشرة في أكتر من مكان في الجسم
والحالة الصحية، وتعبان وفي كذا حاجة في جسمه، من فضلك صلي لأجله وإن شاء الله نشوف معجزة قوية بتحصل مع بابا. أمين. الدكاترة قالوا محتاجين معجزة. أمين, أمين. بحسب أمين. الإيمان، وزي ما قال الدكاترة أنهم محتاجين معجزة، الرب يسدد كل عجز في الطب ويصنع معجزة ويشفي بالكامل من الأورام ويشفي الأب في اسم الرب يسوع، يعطي نعمة قيامة الآن. أمين. كمان أسيس في طلبة صلاة من بنت الرب، صلاة من أجل ابني وزوجته. عندهم مشاكل عائلية، حتى الرب يبني الخربان ويرجع المحبة. أمين. نصلي رب لأجل المشاكل العائلية، أنك تجمع شمل الأسرة ويكون واحد كما أنت والآب واحد، يكون واحد فينا. كل واحد عنده مشكلة أسرية أو مشكلة عائلية، اتوحد بالآب والابن في الروح القدس، وهذه الوحدة الأبوية البنوية بالروح القدس هي اللي بتسكب محبة الله، اللي بتخلي أفراد العائلة يكون واحد في المسيح. بدون الدخول في أعماق الرب والاتحاد كأعضاء في جسد المسيح لا سلام، قال إله الأشرار. لأنهم أشرار يعني بيعملوا خطية، لأن احنا جميعا زغنا وفسدنا وعوزنا مجد الله. لكن في الانفصال عن الشركة مع الآب والابن والروح القدس، انفصال عائلي، انفصال نفسي، انفصال روحي، انفصال حتى عن الجسد، لكن لما بنرجع لأبونا وبنرجع ليسوع وعمل روح الله، الرب يوحدنا في الآب وابنه، وزي ما صلى الرب في يوحنا 17 نكون واحد في الآب والابن. أمين أمين أمين. شكرا يا أسيس. أنا بحب شارك مع المشاهدين، عندي شوية في ناس يمكن بحبوا الداتا والأرقام. أنا عندي وصل لي داتا أنه كمية الاتصالات اللي وصلت على قناة الكرمة بالست شهور اللي فاتوا. يعني بس من ست شهور، تعرف قدي أسيس؟ عندك فكرة قدي؟ ملايين أكيد. لا بس يعني ملايين المشاهدين، بس كاتصالات وصلت لهون على الاستوديو 900,000. 75,000 837، بس عم بحكي ست شهور، أنا ما عم بحكي عبر السنوات. بس خلال الست شهور اللي فاتوا 75,837 مكالمة التليفون. في منهم طلبات صلاة، يعني محددين كل واحدة شو، وقدي في نفوس ألاف طلبت الرب. لو 1% منهم قدم للرب، القناة ممكن يتسدد كل احتياج شهري. حلو حلو. طب قد ايه بدنا نشجع المشاهدين انه فعلا نقدم؟ طب هذا السؤال، هذا سؤال اساس، انا كذا حدا بيعرفوني انا بقناة الكرمة بيسالوني، طب ايش معنى ليش بدنا نتبرع على قناة الكرمة؟ ليش؟ اولا قناة الكرمة حقل مثمر جدا، يعني انا عاوزك بس تشوف كمية المكالمات اللي احنا ردينا عليها، غير اللي مستني على الماسنجر، غير اللي مستني على الفايبر، يساوي قد ايه انه حسن العابر يتكلم ويقول يشهد عن قيامة الرب يسوع اللي احنا وصلنا له عن طريق الكرم. انا ما اعرفش حسن ولا شفته، كل اللي عملناه ان انا فاكر في حلقات اطلبه تجده، كنا بنصلي لاجل السكر وكنا بنصلي لاجل امراضه. وحسن العابر علشان في ناس بتعضد، يا جماعة المصاريف اللي بتروح دي مصاريف ساتلايت، مصاريف كهرباء، مصاريف تليفونات، لأنه ما فيش حاجة لا في أمريكا ولا في كندا ولا في أستراليا ببلاش، ولا حاجة اسمها ربنا يرزقهم من العدم. لا، إحنا اللي أعضاء في جسد المسيح. يساوي قد إيه الأخت اللي اتصلت في بداية الحلقة وقالت ابني كان بيموت والشريان التاجي مسدود؟ يبقى دليل على أنه الكرمة حقل مثمر. لما بنسمع أنا كنت دكتور متخصص بس أمراض بطن، لكن من الخدمة في قناة الكرمة بقت كل تخصصات الرب، جراحة بشوف، شفاء سرطانات، وصول لعبرين، ناس قيامة من الأموات مش مخترعينها لكن أنتوا بتسمعوها. فعلا بقيت كل التخصصات، أنا كنت طبيب ناجح وكان عندي عيادتي واشتغلت في المستشفى الأولى في العالم في زراعة الأعضاء في بيتسبرغ يونيفرسيتي هوسبيتال، ومراتي دكتورة أسنان أيضا بعد ما خلصت كلية الأسنان في مصر اتخرجت برضو بيتسبرغ يونيفرسيتي دنتال، يعني على أعلى مستوى من التعليم وأعلى مستوى من الإنكم. والرب قال لنا اتركوا كل شيء واتبعني،
وأنا أكون لكم نصيبا. كمية الآيات والمعجزات اللي شفتها من خلال قناة الكرمة تفوق كل عملي في الطب لمدة 15 سنة. أمين. وتفوق أي طبيب عالمي ممكن يكون متخصص في جراحات دقيقة، في أورام، في أعمال. فإحنا عايشين حصاد حقيقي. أمين. أمين. إحنا بنشكي من الإلحاد وعاوزين نغير العالم. إزاي هنغيره؟ الرب غير العالم بالتلاميذ اللي قبلوا الدعوة وذهبوا ونشروا الإنجيل. إحنا نشكر الرب لأجل أخ صموئيل وتضحياته، وأكثر من 50 واحد في المكان بيشتغلوا وبيقدموا أفضل ما عندهم. بس ده مش كفاية لملايين العالم. أنت بعطيتك النهاردة زي ما هنتكلم في كورنثوس الثانية عن افتعال الخدمة. أنا مش مستني أسمع صوت يقول لي ادفع 100 500، لا، أنا عاوز افتعل الخدمة. وهنتكلم لو معاك اتصال عن افتعال هذه الخدمة. أنا مستمتع بالحديث أسيس. سمعنا 3 اتصالات وخاصة اتصالات مصر بيوقعوا إذا ما بناخدهم. طيب فالاتصال الأول لا بالعكس بالعكس بس اتصال الأول من الأخ ناير من مصر. تفضل حضرتك معنا على الهواء. فقدنا الاتصال. طيب لكن ناخد الأخت منيرة من مصر. تفضلي حضرتك معنا على الهواء. ألو ألو. نعم تفضلي. أيوة أهلا. أيوة. منيرة تفضلي. مساء النور. تفضلي. مساء الخير. بربط البطفلة من أجل بيت خربان الانهيار فيه الخراب، واللي مساعدهم الدنيا كلها الأبهات التهنة على خراب البيت. بنرجو الصلاة إن البيت ده يرجع يرجع الأم لأولادها والأب لأولاده. أمين. والرب يدخل ويبقى هو سيد البيت. أمين. أنا بكي وحزينة من قلبي على خراب البيت ده. حاضر. صلي. أمين أمين. تحيا يا رب مع الأخت منيرة. صلي لكل بيت خربان وكل عائلة مفككة يا رب. مين اللي يرد قلوب الآباء للأبناء ويرد قلوب الأبناء للآباء؟ الوعد موجود في شخصك أنت الوحيد يا رب. أنت اللي تقدر تخلق من جديد. يا ريت كل بيت خربان يكون فيه عنصر أو اتنين، أب أو ابن، بيصلوا بيطلبوا الرب. أنا بعرف ناس كل ما كان تحصل مشكلة عائلية يقول لي أنا بدخل أنا الابن الأصغر، بس كل ما أشوف بابا وماما متخانقين وعاوزين يسيبوا بعض ومش طايقين بعض كنت أطبق الآية: ادخل إلى مخدعك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء هو يجازيك علانية. يقول بعد 10 دقايق أو 5 دقايق من الصلاة ألاقي الجو صفي وطلب الرب. نطلب الرب ما دام يوجد، ندعوه، هو قريب من كل مشكلة تتحل في المخدع وتتحل في محضر الرب. أمين أمين. أيضا معنا اتصال تاني من الأخ من الأخت سامية من أمريكا. تفضل يا حضرتك معنا على الهواء. ألو مساء الخير. أهلا مساء النور. تفضلي. شكرا بجد على قناة الكرمة وشكرا ليكم البرنامج الجميل أوي ده، أنا بحب أشوفه. شكرا. وخاصة بشكر الأخ صمون وكل العاملين في القناة بجد. وخاصة أشكر كمان الأسيس أليكس. معجزة معجزة أكبر معجزة حصلت لمرات ابني من 4 سنين. أنا ما الموضوع كان في ذهول جامد لكن لا يعثر عليه أمر. طبعا إحنا بنصلي له وأكيد أكيد هو لي في إيده الشفاء. أنا مرات ابني كانت تقعد قعدت 3 سنين في التاسع البيبي يموت في بطنها وينزل، ممكن مرة نزلت البنت من عظم من غير لحم خالص، ومرة نزلت كده وفي السابع يعني اكتمل. فأنا اتصلت بالأسيس أليكس يمكن فاكرني. أيوة. وشهدت بيها طبعا في كنيسة أنا بروحها وشهدت بيها قبل كده في الكرمة. هللويا. قال لي خلي مرات ابنك تحط إيدها على بطنها وأنا هصلي لها. كانت حامل في 6 7 وخايفة جدا جدا للجنين يحصل له زي اللي فات، فحطت إيدها ده كمان في الإعادة عشان فرق التوقيت،
حطت ايدها على بطنها واشكر يسوع طبعا قبل كل شيء، واشكر القسيس أليكس بصلواته اللي بتطلع على طول للسماء وبيستجيب بيها الرب يسوع، وكمل الجنين ونزل كويس قوي قوي، وهو عنده دلوقتي 5 سنين. نشكر ربنا. ألف مبروك. كتير كتير صلواتكم بجد بتعمل معايا معجزات كبيرة قوي قوي. أنا مشتركة ومن 15 سنة من يوم ما جيت، فكانوا مدعميني خالص بجد بالصلاة. هللويا. ومساعديني، وكنت انا وبنتي لوحدي، وكانوا يقولوا لي تعملي ايه 1 2 3. فابتديت بنتي تشتغل ودرست طب وكده، فروحت بقى قلت لا انا لازم بقى ادفع للكارما، وفعلا من يومها انا ما بطلتش. وقد ايه معجزات بتحصل، عشان بس أعرف الناس إن ربنا لا يبات مديون لأحد. أمين. دي آية معروفة كده. نعم. وقال جربوه. نعم. أدفع من هنا أبص ألاقي أنا. أمين. أنا بدفع إيجار أكتر من الدخل بتاعي، صدقوني بدفع إيجار، بس برضو لازم أدي للكرمة. لما أجي أزودها حتى 10 دولار، بص الاقي قصادها مفيش. شهر بالظبط الاقي بنتي تقول لي يا ماما انا عندي جالي تليفون فري، خط فري هديهولك. حاجه تانية الاقي النت يقول لي لا انت هتاخدي تخفيض جامد. هللويا. بجد بجد ما تخافوش ما تخافوش، مش هتقل الفلوس صدقوني. هللويا. لما ادي لربنا بالعكس بيزيد وبيدي أكتر مما نطلب أو نفتكر. هللويا. فبشكركم قوي قوي قوي، وبفرح قوي قوي في عيد الحصاد ده، أجمل عيد صدقوني. بنستفيد من الخدمة، وبنستفيد من الناس اللي بتدخل تقول اختبارات. نشكركم جدا، وربنا يبارككم ويسدد كل احتياج يا رب. اختبارات مجيدة جدا أخت السامية. فعلا. يعني أنت فرحتي قلوبنا النهاردة، زي ما بيقول كده فرح لا ينطق بيه ومجيد بيسوع اللي انت شهدت عنه والآيات والعجائب اللي صنعها معاكم. هللويا. مجدا للرب. يعني أنا مجدد. جديدة بقناة الكرمة أسيس، وبس اسمع هاي الأخبار قد ايه بفرح. يعني انت موجودة في قناة الكرمة من قبل تأسيس العالم. مزبوط. بس أنا قصدي كتير بنبسط اسمع عن تاريخ الخدمة. صحيح. قبل ما أنا أنضم لها بتفرق معي كتير. هللويا. مجدا للرب. عايز أشكر الرب لأجل أخت سامية. طبعا ممكن. تفضل. يا رب احنا بنعظم اسمك يا رب، انت بتخلق من العدم. نشكرك يا رب لأنك أوجدتنا في حقل مثمر جدا. أشكرك لأجل الأخت سامية لزي أهل كنيسة مقدونية اللي بتقول الدخل أكتر من الإيجار اللي بتدفعه، بس أنا مشتركة شهرية في الكرمة. دي الأخت اللي أعطت حسب الطاقة وفوق الطاقة. يا رب أنا بريليز في اسم يسوع كل عطية مادية. نشكرك لأجل شهادة بنتها اللي بتشهد بخصومات، وإزاي أنك لن تتركهم في شهر في دين ولا في عوز. لكن يا رب افتح قوى السماء، بارك الأخت السامية وكل أخ وأخت بيقدم يا رب في اختبار ضيقة شديدة حسب الطاقة وفوق الطاقة. وعدك أن تبارك 100 ضعف فوق ما نطلب ونفتكر. بارك قنوات الكرمة، أخونا صامول. وقت الحصاد يبقى حصاد آيات، حصاد معجزات في العطاء والشفاء وكل بركة وكل عطية. آمين آمين آمين. هللويا. مجدا للرب. أسيس حب نرجع لرسالة كورنثوس الثانية لصح 9. في شيء عم بيصير إنه الرسول بولس أرسل تيتوس بالأول قبل ما هو يجي، صح، وبعدين عم بيحثهم على العطاء. شو عم بيصير؟ نعم. هو بيذكر دائما في الكنائس، ذكر كنيسة كورنثوس ومقدونية في العطاء. تخيلي يا أخت ماريانا إنه الكنائس كانت بتستعد للعطاء قبل ما تيتوس ما يبعت تيتوس. كانت خدمته معروفة إنه بيلم العطاء من الكنائس للخدمة. فهم مش كانوا بيستعدوا كل 6 أشهر ولا كل شهرين، قبلها بسنة. لأنه يعني الرب بيتكلم أيضا
على لسان بولس انه في اول كل اسبوع مش اول كل شهر نقدم خزنا ما تيسر. حتى اذا جئت بيقول ما يبقاش وقت للجمع، لا يبقى وقت نصلي للشفاء، نصلي للتحرير. لكن العطية فهنا بيقول لهم ايه؟ زي ما قلنا كل واحد كما ينوي في قلبه، ليس عن حزن ولا اضطرار لان المعطي المسرور يحب الرب. طيب دلوقتي ناس بتدور، العالم ما بيديش زيادة لانه العالم كله بما فيها امريكا والدول العظمى يقول لك ديون بتتزايد العام بعد الاخر. المكان اللي ما فيهوش ديون ويقدر يزودنا هو عن طريق نعمة العطاء. ليه؟ لانه في كورنثوس الثانية 9:8 يقول الله القادر ان يزيدكم كل نعمة ويوصلك مش لدرجة الاكتفاء، اكتر من الاكتفاء. بس ده مش اكتفاء مادي بس، ده اكتفاء روحي ونفسي وفي الظروف زي ما اختنا شهدت وكل الشهادات اللي انتوا سمعتوها. الاكتفاء دوا كل حين في كل شيء، يعني مش هيجيلك يوم هتقول يا ديون زادت عليا ومش قادر اكمل الشهر ومش قادر اكمل للاخر. مش بس في تسديد الاحتياجات الروحية والنفسية والمادية، في كل شيء. الحاجات اللي انت عارفها واللي مش عارفها، بيقول ان بركة العطاء دي هي اللي بتزود في كل عمل صالح. امتى؟ الاكتفاء في كل حين في كل شيء. طيب هل هنقف عند درجة خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، الصلاة اللي علمنا اياها الرب؟ لا، ده مش بس خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، ده بيقول لهم كمان ايه؟ تزدادون في كل عمل صالح زيادة. رب النهاردة مجهز زيادات. أمين. كل عمل صالح. أمين. طب أنا هستنى أسيس أليكس لغاية لما أسمع صوت الرب أقول له شوف عاوزني أدفع ولا ما أدفعش، وإذا دفعت هدفع كام. لا، الحقيقة إحنا مش مستنين نسمع صوت الرب، لأنه بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم افتعال هذه الخدمة في عدد 12. نفرض أنه أنا ما سمعتش صوت بيقول لي قدم المية ولا الألف ولا العشرة ولا العشرين، وجيت افتعال الخدمة دي هنا اهو، افتعال هذه الخدمة، جيت افعل بركة العطاء. سمعت صوت ما سمعتش صوت، افتعال يعني ايه افتعال؟ يعني انا بقوم من تلقاء نفسي وبقدم للرب. بيقول ليس بس انت بتسدد اعواز القناة او القديسين في القناة، طبعا المبالغ الكبيرة بتروح على الهواء وعلى الستلايت والاستوديو والتجهيزات. نشكر رب ان قناة الكرمة فيها حتى مواهب النجارة، اخوة جايين من مصر مهندسين وكانوا حدادين ونجارين، وكان منهم مهندسين الصوت ومهندسين الكهرباء، وحاطين كل امكانياتهم بيشتغلوا، مش بيروحوا يعملوا حاجات في ورش بره تكلف الوف مؤلفة. لكن بيقول لك افتعال الخدمة دي هيزيد بشكر كثير لله، اذ هم باختبار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لإنجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع. ليه سخاء التوزيع؟ انت النهاردة وانت بتوزع البركة، البركة مش بتيجي عليك بس، جات على الأخت السابية اللي شهدت البنت أكتر من اختبار، كل ما تخلف العيل ينزل ميت، مفيش عظم مفيش إمكانية، لكن آخر مرة وهي بتقدم وتفتعل هذه الخدمة الرب أعطى الابن البنت ابنة لي 5 سنين عايش في ملء بركة. أمين. إنجيل المسيح. أمين. وغيره. طب وغيره كتير. طب أسيس أليكس أنا عندي تساؤل كمان. نعم. عوض عن المشاهد، أنا بعرف أن وقتنا قليل بس. أي. كمان هذا تساؤل بسمعه كتير. عن جد الأوضاع المادية صعبة شوي والناس يعني فواتيرها يعني يدوب المدخول يكفي الفواتير ويكفي المستحقات. أنا قصدي أقول أنه الناس عندها قلق وعندها خوف، شو بدنا نقول للناس القلقانة من الوضع اللي بتحب تقدم بس القلقانة من الوضع، شو بدنا نقول لهم؟ يعني أهل مقدونية اللي بيقول عنهم الكتاب في كورنثوس الثانية الأصحاح 9، دول كانوا بيمروا في ضيقة شديدة. أختنا سامية اللي تكلمت قالت الدخل أكتر من الإيجار اللي أنا بدفعه. أنا شخصيا في اختباري من خلال العطاء في قناة الكرمة، لما بتجيني فاتورة كبيرة أو بيظهر احتياج كبير بدي من العوز. يعني لما بيقول
من أعوازهم يعني المرأة اللي قدمت آخر الفلسين والمرأة اللي استضافت إليا وإليا كرجل الله بيطلب منها بيقول لها اعملي لي أنا أولا كعكة وبعدين اعملي الكعكة الأخيرة آخر كعكة في الحياة ليكي وابنك. وبعد كده لما سمعت صوت الرب وهي بتقدم شوية الدقيق الباقيين وكور الدقيق وكوز الزيت آخر كوز وآخر قطرة في حياتها اللي حصل إنه يقول في الوقت دون قال لها طب هاتي الأوعية ولا تقللي وملأ الرب الأوعية من أمين. الزيت والدقيق أمين. ومش هي بس كانت هي والجيران أمين. فالحقيقة اختبار العطاء اللي بيكون في ضيقة وفي عوز بيبقى أكتر من الاختبار اللي بنقدم فيه زيادة عن احتياجنا أو بنقدم فيه الواقع مننا. أمين أمين. أسيس عفوا بدي أقطعك مرة ثانية بس معنا اتصال من مصر من الأخ هاني. اتصال أخير رح نعتذر من بقية المتصلين لسبب ضيق الوقت. بناخذ الاتصال من الأخ هاني وبنرجع بنختم حلقتنا. تفضل أخ هاني حضرتك معنا على الهواء. مساء الخير أسيس أليكس. أهلا بك. أهلا وسهلا بك. أنا عندي طبعا يعني أنا بشكر رب لأجل خدمة الكارما قد إيه خدمة عظيمة جدا جدا بتصل لنفوس بعيدة جدا عن الرب. فأنا بشكر كل القائمين على الخدمة ورب يبارككم ويبارك صلواتكم. أمين. أنا محتاج صلاة لأجل والدي. أيوة. والدي 75 سنة. ووقع من وهو داخل الكنيسة. فحصل فراكتشر يعني كسر في الفقرات على مستوى 3 فقرات في الظهر. وللأسف هو أغلب الدكاترة ماشينه كونزيرفاتيف وهو دلوقتي مش قادر يقف مش قادر يتحرك. احنا على السرير بقالنا تقريبا 1.5 شهر. كل حاجة على السرير الكير طبعا يعني الأمر صعب شوية علينا كأسرة لكن احنا نثق في الرب اللي مد ايده يشفيه بكلمة واحدة. أمين. يقدر يقومه ويرجع. أمين. تاني يمشي في وسطينا. أمين. نصلي له. حاضر يا رب نصلي لأبو الأخ هاني أنه يقدر يمشي ويتحرك ويوجد في اسم الرب يسوع. نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقوينا. اشفي يا رب تأثيرات الوقوع. أعطي عظام جديدة وقوة جديدة. ما في رسالة جت أخ بيسر أو عاوزنا نقراها ضروري. بيقول بركات يسوع معكم كل سنة وانتم طيبين. بركات كل بركات خلاص والبركات المادية. وعاوز صلاة من أجل بركسان. بركسان مش عارف فين بركسان من الحظيرة الأخرى بس على طول بيطلبوا صلواتنا من الكرمة حتى دول وأماكن ما سمعناش عنها وربنا يتمجد. يمكن تكون باكستان بس هي مكتوبة بركسان. احنا قرينا رسالتك وبنصلي لأجل الحظيرة الأخرى. الرب يبارك حياتهم وبنشكر الله لأنه مش بيتابعنا بس مسيحيين لكن بيتابعنا أيضا مسلمين وأديان أخرى وبنصلي لهم الرب يعرفهم طريق الخلاص وطريق الحياة الأبدية يرجعوا. وأيضا طلبة من مصر لأجل ميرا وغالية غالي ومريم هلال. شكراً. في الرعاية المركزة. شكرا يا أسيس. أنا عن جد ما بحب أتعاك ولكن للأسف خلص الوقت. شكراً. أو لازم ننهي حلقتنا. شكرا أحبائنا المشاهدين لمتابعتكم اليوم. منوعدكم أنه رح نصلي لكم وأنتم كمان صلوا لأجل قناة الكرمة ومنشجعكم أنه تدعموا قناة الكرمة بأي طريقة ممكن تقدروا تدعموا فيها. وشكرا للمتابعة ونراكم بحلقة قادمة من برنامجكم الكرمة مباشر وإلى اللقاء. وقال أنا الكرمة الحقيقية انتو كمان الأبصار ولازم تثبتوا فيا. الكرمة شهادة ونور بتنور طول اليوم بتزيع
بشرى وسرور يطرد كل هموم. شريه